القرآن لحد إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم ذكر قوم الإيمان ذكر آبائهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأغفال فهم مغمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون لم يكن له كفوا أحد.